الأوضاع في 2023 كانت شديدة الصعوبة، فالتضخم تسبب في تآكل أجورنا ومدخراتنا. في أمريكا على سبيل المثال، فإن 68% من الأمريكيين لم تتحسن أوضاعهم في 2023. قال 40% منهم إن عدم توفير المال كان الخطأ المالي الأكبر، و 35 أكدوا أنهم وقعوا في بعض العادات السيئة. والآن إليك بعض النصائح لتجعل أوضاعك المالية أفضل. أولاً، تحسين درجة الائتمان الخاصة بك. إذا كنت تخطط لشراء منزل أو سيارة عبر قرض، فيجب أن تكون درجتك الائتمانية مؤهلة لذلك. ثانياً، ضع خطة للإنفاق بوعي وترشيد، فإذا كان هناك بعض البنود التي يمكن الاستغناء عنها، قم بذلك على الفور حتى وإن كانت تبدو بسيطة. ثالثاً، قلل من ديونك، وعلى وجه الخصوص البطاقات الائتمانية. هنا حاول السيطرة على هذه الديون حتى لا ترهقك فوائدها. رابعاً، حاول العمل على زيادة دخلك، إما من خلال التحدث مع شركة للحصول على زيادة، أو الحصول على عمل إضافي مستقل أو بدوام جزئي.